إلى العاصمة لا يزال المواطن الليبي يرزح تحت الأزمات المختلفة بالبلاد، حيث لا يكاد ينفك رب الأسرة من أزمة حتى تصدمه أخرى في ظل الوعود المختلفة التي يقدمها المجلس الرئاسي وحكومته بالقضاء على هذه الأزمات. في أزمة قديمة جديدة وهي نقص غاز الطهو، حيث يعاني المواطن الليبي في مختلف المدن الليبية من هذه الأزمة رغم ما تنتجه البلاد من غاز ونفط. المزيد في سياق التقرير التالي. لا تكاد تنتهي أزمة في طرابلس إلا وتطفو أخرى لتزيد من صعوبة الوضع المعيشي للمواطنين، وهذه المرة نقص غاز الطهو. في هذا المستودع يصطف المواطنون في طوابير طويلة لعلهم يتمكنون من ملء اسطوانات الغاز بعد أن أغلق الموزعون أبوابهم في وجه المواطن البسيط. هي المعاناة زي ما تقول، هي المفروض يقدروا يديروا حل، يجيوا للمستودع نقول أنا العائلة بتاعي أو الشارع بتاعي سيارة زي ما مديرين في الأردن سيارة تدور، هذا أحسن حاجة. زي ما تقول قداش الشارع قداش في 20 حوش ميتان بايت على جي جيب 20 بملة معقولة بياخذ اليوم بياخذ غدوة مش حياخذ. شركة لوبريغا لتسويق النفط وجهت أصابع الاتهام للموزعين بإدخال اسطوانات غاز مخالفة للمواصفات لم تزود بها الشركة المستودعات، بينما يصر الموزعون على التعامل بالاسطوانات المخالفة. من أسباب الأزمة اللي هي دخول اسطوانات موردة من الغير، هذه الاسطوانات دخلت إلى المستودعات ومنها إلى مستودعات شركة لوبريغا، مستودع طرابلس ومستودع الهاني، وهذه أثرت في رصيد الشركة ومن تم أثرت في مناورة الاسطوانات، وهي من أهم الأسباب التي أدت إلى نقص الاسطوانات في الشارع الليبي. ما يزيد عن 20,000 اسطوانة مخالفة دخلت إلى مستودعات شركة لوبريغا في طرابلس فقط، حيث تأبى الشركة التعامل بها حرصا على سلامة المستخدمين، واتخذت في هذا السياق تدابير أخرى من بينها استيراد اسطوانات مطابقة للمواصفات وصيانة نحو 30,000 اسطوانة في مستودعات الشركة. الحلول صيانة مجموعة من اسطوانات الغاز بإذن الله خلال الأسبوع القادم يصنع صمامات للاسطوانات بإذن الله بحدود 30,000 اسطوانة. أيضا سيتم التوزيع والبيع المباشر من خلال المجالس المحلية في طرابلس الكبرى بإذن الله وتوريد كمية من الاسطوانات. ومع استمرار أزمة نقص غاز الطهو تضاف إلى المواطن رحلة بحث يومية مع رحلات البحث عن السيولة النقدية في المصارف والسلع المدعومة ليس في طرابلس فحسب بل في كل المدن، فالاسطوانات المخالفة دخلت إلى جميع مستودعات الشركة في البلاد.